الحاجه اللي تحت. إذن رسميا معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا لسعيد بوحجة. إذن أول وجه شاب سيكون على رأس هذه الهيئة التشريعية. إذن معاذ بوشارب رسميا رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية ب 320 صوتا خلفا لسعيد بوحجة، وهكذا تنفرج أزمة البرلمان بعد أزيد من 4 أسابيع إذن من هذه الأزمة، والتي انفرجت بتعيين معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخي الفاضل النائب الحاج العايد رئيس جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زميلاتي زملائي، كيف لي أن أخاطبكم زميلاتي زملائي النواب في مثل هذه المناسبة التي ينتابني فيها شعور عميق بالتواضع والإحساس بثقل المسؤولية التي حملتموني إياها إزاء الثقة الغالية التي وضعتموها في شخصي في هذا المشهد الديمقراطي والشفاف من خلال اختياركم السيد بما يجسد وعيكم العميق وإرادتكم القوية في ضمان استقرار المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز الديمقراطية ومواجهة تحديات الراهن والمستقبل. وإنه ليسعدني أن أتقدم إلى كل واحد منكم بجزيل الشكر وكبير الامتنان على الثقة التي حظيت بها لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، هذه الهيئة الدستورية الموقرة بثقلها الوطني وبجسامتها وحمولتها السياسية والمؤسساتية في هذا الظرف بالذات الذي يقتضي منا جميعا مزيد التماسك لضمان السير العادي لهذه المؤسسة الهامة وفقا لتقاليد الديمقراطية وفي ظل فلسفة دستورية متقدمة تجعل من مجلسنا الموقر وبما يزخر به من كفاءات وطاقات ومبادرات مؤسسة دستورية لصيقة بواقع بلادنا متجاوبة مع تطلعات شعبنا، مع تطلعات الشعب وانتظاراته، ومرافقة لإرادة الإصلاح والتطوير التي تشهدها بلادنا طيلة 20 عاما الأخيرة بقيادة المجاهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله ورعاه وأنعم عليه بموفور الصحة والعافية وأمده بعونه لمواصلة مسيرته الرائدة في قيادة الجزائر لتحقيق المزيد من التقدم والإنماء. وأرجو مخلصا
أن أكون عند حسن الظن لتأدية هذه المهمة السامية والنبيلة التي كلفتموني بها، بما يضمن انطلاقة جديدة لمجلسنا الموقر، ويعزز أيضا الأداء البرلماني في كنف الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار والتوافق الإيجابي وخدمة الصالح العام من أجل الإسهام في دعم مسار الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بدر بها فخامة رئيس الجمهورية. أيتها السيدات والسادة الأفاضل، إنه من دواعي الشرف وخالص الاحترام أن أرفع سامي مقام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بآيات الشكر والعرفان والامتنان على هذه الثقة الغالية التي حظيت بها من شخصه الكريم. وإني أتعهد أمامكم زميلاتي زملاء النواب بأن أبذل قصارى جهدي كي أكون في مستوى هذه الثقة وهذا التكليف، لنواصل معا مسيرة الإصلاح والتطور تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية. إن الواجب والعرفان يقتضي أن نسجل لفخامته بوافر الثناء والتقدير ورعايته الكريمة ودعمه المشهود للمجلس الشعبي الوطني، ويشرفنا أن نتقدم بهذا الإشهاد لفخامة الرئيس اعترافا بكل ما يقوم به لصالح البرلمان ولصالح الجزائر. وإني ألتزم أمامكم بالعمل مع الجميع من أجل أن تؤدي مؤسستنا دور التشريع والرقابي بما يخدم مصلحة الشعب الجزائري. وإني على يقين بأنه مهما اختلفت مرجعياتكم السياسية فإن هدفكم واحد، وهو خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالحه وتحقيق تطلعاته. أيتها السيدات والسادة الأفاضل، ها قد التأم مجلسنا الموقر حرصا منا جميعا على استقرار مؤسستنا التشريعية وديمومة مهمتها الدستورية. وإن الثقة الكبيرة التي وضع الشعب فينا نوابا للأمة، ووضعتموها في شخصي رئيسا لهذه الهيئة الموقرة، تضعنا جميعا أمام مسؤوليات انجسام في ظرف حساس وبالغ التعقيد اقتصاديا وأمنيا. إن بلادنا اليوم تنعم بفضائل الحرية والاستقلال وبثمرات البناء والتشييد وبنعمة الأمن والاستقرار، غير أن هذه المكاسب الثمينة التي تحققت بعد تضحيات جسام جراء المأساة الوطنية تتطلب منا دائما التجند المستمر والحماية والتحصين، لأن الركيزة والأساس لاستكمال المشروع النهضوي والاقتصادي والاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية مجسدة فيها. وإنكم أيتها السيدات والسادة تعرفون حجم التحديات التي تواجه بلادنا في مجال الاستجابة لانشغالات المواطنين، وكذا من أجل بناء الاقتصاد، اقتصاد قوي وأقل تبعية للمحروقات، والحفاظ على الاستقلالية المالية والاقتصادية للجزائر. وإنكم تعرفون أيضا حجم التهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر، وهي تدور حول حدودنا، مثقلة بمخاطر الإلهاب وشبكات الجريمة المنظمة. إن كل هذه التحديات والمخاطر تدعونا إلى المزيد من اليقظة والتجند ورص الصفوف في إطار جبهة شعبية قوية عتيدة، وهي الجبهة التي دعا إليها فخامة الرئيس، دعا إلى بنائها لضمان استقرار الجزائر وتعزيز مكاسب السلم والمصالحة الوطنية ودعم الاستقرار السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي ومكافحة كل الآفات، وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا، وكذا مواجهة جميع التهديدات الخارجية. أيتها السيدات والسادة الأفاضل، تغمرني مشاعر الإحساس بجسامة المسؤولية وأنا أقف أمامكم في هذه اللحظة الفارقة التي يسجل فيها مجلسنا الموقر مرحلة جديدة من حياته في هذه العهدة الثامنة. وإن الإخلاص لهذه الأمانة يلزم مجلسنا أن يكون
منارة للممارسة الديمقراطية الحقة، وأن يكون مستوعبا لكل الاجتهادات وقادرا على صهر كل المبادرات. لذلك ومن أجل تحقيق هذه الغايات، فإنني أعدكم زميلاتي زملائي أنني بقدر ما سأعمل على ترسيخ قواعد التعاون والتكافل والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى، فإنني سأجعل من هذه الأمانة التي قلدتموني مسؤولية على عاتقي لتكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع جميع مكونات المجلس من مكتب ومجموعات برلمانية ولجان دائمة، وهذا للرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس لكي يكون دائما صرحا شاهدا على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى. إن تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الشعبي الوطني أمانة وتحدي في الوقت نفسه، وهذا ما يجعلنا أكثر عزما على تعزيز مكانة المجلس والبرلمان بصفة عامة كما توخاها الدستور وكما يتطلع إليها فخامة رئيس الجمهورية والشعب الجزائري. وإن أولويتنا هي مواصلة هيئتنا الموقرة لمهمتها النبيلة بكل مسؤولية وجدية وحرص لتمثيل مواطنين بأمانة وصدق، لكي نكون في مستوى ما يتطلع إليه شعبنا الأبي من دوام الاستقرار ومواصلة التنمية وتثبيت دعائم دولة المؤسسات والقانون، هذه الدولة التي أعيد بعثها بتضحيات جسام وعطاءات جليلة قدمها جيل نوفمبر العظيم. وإني باسمكم جميعا ونحن على مقرب من الاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، أتقدم بتحية إجلال وإكبار إلى فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ورفاقه المجاهدات والمجاهدين، وأترحم بخشوع على أرواح شهدائنا الأبرار، راجيا من العلي القدير أن يمن على الشعب الجزائري بالرفاهية والازدهار وتحقيق المزيد من التطور في كنف السلم والاستقرار. وبهذه المناسبة أرفع إلى جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة أسلاك الأمن الأخرى تحية تقدير وعرفان، فجيشنا الباسل يطلع بدوره المنوط به خير قيام، جيشا جمهوريا مقدسا لمهامه الدستورية، حصنا منيعا وأمينا حاميا لأمن الجزائر ومواجها باقتدار واحترافية لكل خطر أو تهديد. كما أترحم بخشوع وإجلال على أرواح شهداء الواجب الوطني وكافة ضحايا المأساة الوطنية، ومن بينهم نخبة من المفكرين والكتاب والمثقفين والإعلاميين الذين قدموا ضريبة الرأي والكلمة والموقف بأرواحهم الطاهرة، فهنيئا للأسرة الإعلامية باليوم الوطني للصحافة الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية تكريما وعرفانا لنساء ورجال في هذه المهنة النبيلة، الذين أؤكد لهم حرصي على اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة أمام كل وسائل الإعلام والاتصال التي أعتبرها مرافقا وشريكا. أيتها السيدات والسادة الأفاضل، كما تعلمون فإن عملا كبيرا ينتظرنا، سواء تعلق الأمر بدراسة معمقة لمشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019، أو من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي وتفاعل مجلسنا مع المحيط العام بنجاعة أكبر، أو من خلال دورنا الحيوي في الدبلوماسية البرلمانية. وسأكون من جهة متفتحا على كل الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين أداء مجلسنا الموقر مع مراعاة أحكام الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، سعيا منا إلى ترسيخ الإصلاحات والتوطيد البناء المؤسساتي وتفعيل مقتضيات الدستور وتمثيل المواطنين والتواصل معهم وجعل مجلسنا أقرب إليهم. وإني سأسهر بمساعدتكم على اعتماد منهجية الإنصات والتشاور
مع مختلف مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، وأدعوكم زميلاتي زملائي إلى مجهود نشترك فيه جميعا من أجل الانخراط وبقوة، نشترك فيه جميعا من أجل ترقية جماعية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية، وإلى الانخراط بقوة في المشروع النهضوي لفخامة رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى بناء جزائر الحداثة والتنمية المستدامة والتضامن والعدالة الاجتماعية في كنف التمسك بسيادتنا الوطنية ووحدة الشعب وثوابتنا ومكونات هويتنا الوطنية الجامعة. ولكم أن تتأكدوا بأن نجاحنا نجاح مشترك، فلنتنافس بأساليب حضارية وفي إطار ما تنص عليه القوانين من أجل بلوغ هذا النجاح الذي ينتظره منا الشعب، ولنا أن نختلف باعتماد أساليب الحضارية أيضا وبالنقاش الديمقراطي المترفع عن كل اعتبار سياسوي وتفضيل الروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن وجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى. هذا زميلاتي زملائي ما أتعهد به، مراهنا على دعمكم ومساندتكم في تأدية هذه المهمة الشاقة، وإني أدرك ثقلها وصعوبتها، لكنني واثق ولكل الثقة فيكم بأنه عندما يكون الوطن قاسمنا المشترك فإننا سنكون في مستوى المسؤولية. نسأل الله أن يمدنا بالقوة والإرادة والإخلاص لتأدية هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله وشعبنا العزيز، وأن يوفقنا لخدمة الجزائر وطننا الذي لا بديل لنا عنه. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم على المباشر كلمة الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، إذن الذي تم انتخابه رئيسا جديدا للمجلس. رسميا إذن معاذ بوشارب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني بعد انتخابه بالأغلبية من قبل النواب كرئيس جديد خلفا لسعيد بوحجة. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم هذه الجلسة العلنية ونصل إذن